بسم الله الرحمن الرحيم، دكاترتنا الجامدين، اتمنى تكونوا كويسين. النهارده على موعد مع شابتر جديد في برانش الماسكولوسكيليتال، وهو الكارتليج اي الغضاريف. يعني ايه غضروف؟ الغضروف يا عزيزي ما هو الا طبقه من الشحم موجوده بين اي عظمتين في جسمي، عشان لما اجي اتحرك العظم ما يحكش في بعضه، وبالتالي الحركه تبقى سموذ. تسمع واحد يقولك والله انا عندي خشونه في الركبه، الكلام ده في الطب يعني ان طبقة الشحم الموجودة بين عظم الركبة تآكلت، فالعظم لما بيجي يتحرك بيحك في بعضه، وبالتالي الحركة تبقى صعبة ومؤلمة. النهاردة هنتكلم عن طبقة الشحم اللي بنسميها في الطب اسمها كارتليج او غضروف، والبداية من عند الكونكتيف تيشو. سيادتك عارف ان في جسمي نوعين كبار من الكونكتيف تيشو، اما كونكتيف تيشو اصلي او اساسي، كونكتيف تيشو بروبر، اما انواع خاصه من الكونكتيف تيشو، انواع انا ضايف عليها تعديلات زي الكارتليج، زي البون، زي البلد. يبقى لما اجي اعرف له الكارتليج لازم اقول له ان ده نوع خاص من الكونكتيف تيشو. خاص ليه يا عم؟ هو على راسه بطحه؟ نعم عزيزي المشاهد، على راسه بطحه. ضبش قال لك ان الكونكتيف تيشو ما هو الا طبق كشري، الطبق نفسه ارضيه ماتريكس، حبات الرز والعدس والمكرونه سيلز على اختلاف انواعها، رشة الشعرية فوق وش الطبق اسمها فايبرز. فلما اقولك ان ده نوع خاص من الكونكتيف تيشو، ده نوع خاص من اطباق الكشري، بيتميز بايه؟ انه متغطي. المطعم ده محترم، بيعمل طبق كشري عادي زي بقية المطاعم، بس بيغطي الطبق عشان يوصل للزبون وهو سخن. اذا ده المطعم ده سبيشال، المطعم ده خاص. كذلك الكارتليج هو سبيشال تايب اوف كونكتيف تيشو. ولو قال لك هو ليه سبيشال، هو ليه خاص، ايه وجه الخصوصيه؟ تقول له والله ده على راسه بطحه، متغطي بغطاء اسمه بيري كوندريام. كلمه بيري يعني حولة، كوندريام يعني كارتليج، والله ده الغطاء اللي بيحوط الكارتليج من بره. سيادتك عارف من الشابتر اللي فات ان الماتريكس بتاعه الكارتليج فيرم؟ قلت لحضرتك في اربع انواع من الماتريكس، اما جيلاتينوس زي الجيلي، اما هارد صلبه اسيا زي البون، اما فيرم ماسكه نفسها زي الكارتليج، اما ليكويد زي البلد. يبقى لما اجي اعرف له الكارتليج هقول له ده نوع خاص من الكونكتيف تيشو ان ويتش ماتريكس از فيرم. ولو سالني هو ليه نوع خاص هقول له ده على راسه بطحه، متغطي بغطاء اسمه بيري كوندريام. للكارتليج اربع خصائص. ايه هي الكاركترز بتاعه الكارتليج؟ اول حاجه انه فليكسيبل مرن، وكيف لا، ده انا بقول لسيادتك ان ده الغطاء او الكارتليج الغضروف بيحوط العظمه من بره. تخيل معايا لو ما كانش فليكسيبل، لو ما كانش بيتيح الحركه، العظمه هتتحرك والكارتليج مش هيتحرك، مستحيل تعرف تتحرك. الموضوع عامل بالظبط زي الهند بتاعه العربيه، انت شدد الهند العربيه هتعرف تتحرك؟ مستحيل. اذا الكارتليج كان لازم يكون فليكسيبل عشان يتيح لي الحركه، العظمه تتني الكارتليج يتني، العظمه تتفرد الكارتليج يتفرد، وبالتالي اعرف اتحرك. فبيقول لك هو فليكسيبل with high resistance to tension، ما يتقطعش بسهوله. الخاصيه رقم اتنين لسه قايل لك انه مميز، على راسه بطحه، البطحه دي اسمها بيريكوندريام. رقم ثلاثه ستدهشك، الكارتليج ما فيهوش بلاد فيسلز. هو في حاجه في جسمي ممكن ما يكونش ليها بلاد فيسلز؟ نعم عزيزي المشاهد، الكارتليج ليس له بلاد فيسلز، نو بلاد فيسلز. امال بياكل ويشرب منين؟ قال لك بياخد النورشمنت بتاعته بالديفيوجن من البيريكوندريام. شفت بقى البطحه اللي ما كانتش عاجباك فايدتها ايه؟ لولاها الكارتليج كان مات، وهو ما فيهوش بلاد فيسلز، فبياخد النيوتريشن بتاعته من البيريكوندريام باي ديفيوجن، بالانتشار. يبقى الخصائص سريعا فليكسيبل وذ هاي ريزيستنس تو تنشن، رقم اتنين على راسه بطحه اسمها بيريكوندريام، رقم ثلاثه ستدهشك ما فيهوش بلاد فيسلز، امال بياخد التغذيه بتاعته منين؟ بالديفيوجن من البيريكوندريام. الكارتليج ما هو الا كونكتيف تيشو في الاول وفي الاخر، ما هو الا طبق كشري بس مميز. يبقى بيتكون رقم واحد من غطاء اسمه بيريكوندريام، رقم اتنين ماتريكس، رقم تلاتة سيلز خلايا. الله، امال الفايبرز راحت فين؟ خلاص بقى احنا كبرنا، كنا الاول بنعد الفايبرز لوحدها،
دلوقتي الفايبرز ضمن الماتريكس. الماتريكس دي كلمة كبيرة تشمل أرضية جراوند سبستانس والكنافة أو الشعرية مرصوصة عليها. يبقى تبع الماتريكس هتقول لي جراوند سبستانس وهتقول لي فايبرز. إذا ما نسيناش الفايبرز، لازم يكون في فايبرز. ماشي. الكلام من البداية عن البريكوندريم، الغطا أو البطحة، ده الغطا اللي بيحيط الكارتلج من بره. سؤال: لبست الألم بتاعك تحيط الألم من الخارج، هل لما أجي أكتب هسيب اللبيسة؟ لا طبعا، لازم أشيل اللبيسة وإلا الألم مش هيكتب. طب ده إيه علاقة الكلام ده بالموضوع يا دكتور صابر؟ والله البريكوندريم يغطي الكارتليج بالكامل من الخارج ما عدا منطقة اسمها articular surface أو articulation surface. المنطقة دي لو تلاحظ أنا مش راسم لك بريكوندريم على المنطقة دي، المنطقة دي اهي ما فيهاش حتة سودة. السواد ده بريكوندريم، بيحيط الكارتليج من الخارج ما عدا المنطقة دي اللي اسمها articulation surface. كلمة articulation يعني مفصل. ده المنطقة دي المفروض تيجي عظمة تانية تمسك فيها. طب بالله عليك، انا الالم لبسته محطوطة، هينفع يكتب؟ لا طبعا. كذلك العظمة، لو انت مغطي لي مكان الarticulation هينفع تمسك فيها عظمة تانية؟ يبقى البريكوندريم covers all the cartilage surface، يغطي كل سطح الكارتليج واسكت صفر. لازم اقول له except articulation surface، ما عدا المنطقة دي اللي فيها بتيجي تمسك عظمة تانية، عظمة ماسكة في عظمة يعني مفصل، والمفصل اسمه articulation surface. طب سؤال عشان انت زاولتني، انت لسه قايل لي ان الكارتليج بيتغذى بالبريكوندريم عن طريق الديفيوجن، فمعنى ان المنطقة دي ما فيهاش بريكوندريم، المنطقة دي ما بتاخدش غذاء؟ بتاخد غذاء. في المفصل في منطقة في النص، في سبيس في النص اسمه سينوفيال سبيس. سينوفيال سبيس ده بيبقى فيه فلويد اسمه سينوفيال فلويد. منطقة الارتيكوليشن دي بتاكل وتشرب من السينوفيال فلويد. يبقى الكارتليج عايش عالة، شوية تاكل من البريكوندريم وشوية تاكل من السينوفيال فلويد. يبقى تاني رتب دماغك معايا، البريكوندريم يحيط بالكارتليج من الخارج ما عدا منطقة المفصل اسمها articulation surface. البريكوندريم يتكون من طبقتين، وثبت بقى الكلام ده معايا. لما نيجي ناخد البون هقول لك البريوستيوم، تقول لي بيتكون من طبقتين، الطبقة الخارجية للحماية اسمها outer fibrous layer. اوتر ايه؟ فايبرس لاير. يبقى اكيد هتتكون من ايه؟ اكيد بتتكون من فايبرز. نوع الفايبرز الموجود فيها كولاجين فايبرز تايب 1، ام سي كيو للصبح. الاوتر فايبرس لاير يوجد بها نوع من الكولاجين فايبرز، كولاجين فايبرز تايب 1، بيبقى كوندنسد كله فوق بعضه ولذلك هي دنس. يبقى الطبقة دي dense connective tissue، تتكون من كولاجين فايبرز تايب 1، وظيفتها ايه؟ حماية. ده انا حاططها بره، هي الطبقة الخارجية بتاعت البريكوندريم عشان تستحمل الصدمات، ما انا حاطط الحاجات المهمة جوه. ايه هي الحاجات المهمة؟ cellulars and vascular. يبقى inner cellular and vascular layer، الطبقة الداخلية فيها cells، فيها خلايا. زي ايه؟ زي الكوندروجينيك cells، الخلية الأم اللي بتنقسم وتدي بقية خلايا الكارتليج، زي الكوندروبلاست، وكلمة بلاست يعني مصنع، ده دي الخلية اللي بتصنع بقية الخلايا أو بتصنع الماتريكس بتاعة الكارتليج. inner cellular and vascular، يبقى الطبقة دي rich in blood vessels. في حد كان سألني سؤال قال لي مكتوب في الكتاب إن الطبقة إن blood vessels موجودة في الأوتر fibrous layer. أكيد موجود blood vessels، مفيش اي تيشو في جسمك مش رايح له بلاد فيسل والا هيموت. بس هنا الفكره، الاوتر فايبرس لاير ده دي موجوده بره، دي الطبقه اللي انا حاططها بره عشان تحميني. احط فيها ريتش ان بلاد فيسلز، احط فيها بلاد فيسلز كتير، ما هي مع اي خبطه البلاد فيسلز دي هتفرقع، هتعمل لي نزيف. بحط فيها بلاد فيسلز بس على قد الكولاجين فايبرز عشان تاكل وتشرب بس. لكن الطبقه الثانيه ريتش ان بلاد فيسلز، يا راجل ده اسمها فاسكولار لاير، ده فيها بلاد فيسلز بالهبل. يبقى معنى كده البلاد فيسلز موجوده في الطبقتين، بس هنا فيو بلاد فيسلز لان الطبقه دي اللي بره انا حاططها تحميني، وتحت
ريتش ان بلاد فيسلز، في بلاد فيسلز كتير. يبقى تاني سريعا البريكوندريم، بري يعني حول، كوندريم يعني كارتليج، ده الغطاء اللي بيحيط الكارتليج من الخارج كله، لا طبعا ما عدا منطقه المفصل اسمها ارتكيوليشن سيرفيس، لبيسه القلم. طول ما اللبيسه محطوطه العظمه مش هتركب على العظمه، لازم اشيل الغطاء، لازم اشيل اللبيسه، عشان كده منطقه الارتكيوليشن ما فيهاش بريكوندريم. البريكوندريم يتكون من طبقتين، الطبقة الخارجية للحماية حاطط فيها فايبرس تيشو، اذا هي اوتر فايبرس لاير، وكلمة فايبرس يبقى كولاجين فايبرز تايب 1 كوندنسيتد على بعضهم، فمخليها دنس يعني غامقة، حاطط فيها كولاجين كتير مش عشان تحميني. الطبقة الثانية انر سيلولار اند فاسكولار لاير، وسيلولار يبقى فيها خلايا اسمها كوندروجينيك سيلز وخلايا اسمها كوندروبلاست. سيادتك عارف من الشابتر اللي فات ان انا مش هلاحق احط في كل خلية 15 مصنع يصنع لي كل خلية، كل مصنع يصنع خلية، لا انا بحط مصنع واحد بس ستيم سيل، وهي بتتميز وتديني بقية الخلايا. كل تيشو هناخده هقولك ان في ستيم سيل تتميز وتديني بقية الخلايا. في الكونكتيف تيشو كان في خلية اسمها ميزينكايمال سيلز تتميز وتديني بقية الخلايا. في الكارتليج في خلية اسمها كوندروجينيك سيلز، ده ستيم سيل تتميز وتديني بقيه الخلايا. لما نيجي ناخد البون هقول لك ان في خليه اسمها اوستيوجينيك سيلز، ده ستيم سيل تتميز وتدي بقيه الخلايا. يبقى كلمه جينيك يعني ستيم سيل. من الاخر اول ما تشوف اوستيوجينيك كوندروجينيك يبقى تعرف ان دي ستيم سيل، يحصل لها ديفرنشيشن عشان تديني بقيه خلايا التيشو اللي انا فيه. يبقى اذا الخلايا الموجوده في السيلولار لاير، وكيف لا دي اسمها سيلولار، يبقى اكيد فيها سيلز، كوندروجينيك سيلز وكوندروبلاست. فاسكولار لاير يبقى اكيد بلاد فيسلز، ده ريتش ان بلاد فيسلز، ومنها جيب الفانكشن. ايه الفانكشنز بتاعه البري اوستيوم حضرتك؟ ده موجود فيه خلايا يبقى مسؤول عن الجروث، مسؤول عن النمو، ما هي الخلايا دي هتنقسم وتديني تيشو. رقم اتنين موجود في بلاد فيسل، ده مسؤول عن النيوتريشن، بيغذي الكارتليج. ولسه قايل لحضرتك ان الكارتليج ما فيهوش بلاد فيسلز، ده بياخد الغذاء بتاعه من البريكوندريوم، ولذلك من وظائف البريكوندريوم نيوتريشن انه بيغذي الكارتليج. خلصت الغطاء، خلصت البطحه، الرسمه دي كروكي يعني ليك انت ارسمها في المذكره. تاني حاجه او تاني طبقه عندي هي الماتريكس، وحضرتك عارف عن الماتريكس معلومتين، الماتريكس بتاع الكارتليج فيرم. تاني حاجة الماتريكس عموما، الماتريكس اكت از ميديم سمسار، ينقل السبستانس من وإلى الخلايا او من وإلى التيشوز. اذا المعلومتين اللي انت عارفهم عن الماتريكس، ذا ماتريكس از فيرم. تاني حاجة فانكشن ميديم اكت از سمسار، بينقل السبستانس بين التيشو والتاني. كلمني عن الماتريكس وهو جراوند سبستانس، كلمة جراوند سبستانس يعني أرضية، وحضرتك عارف من آخر حصة في الكونكتيف تيشو إن أي جراوند سبستانس تتكون من ثلاث حاجات. الحاجة الأولى تختلف على حسب التيشو، وهنا مية. هقول لك حاجة، بتسمع يقول لك في واحد جاله قطع في غضروف الركبة فركبته ورمت، ما هو جوه الغضروف في مية، لما اتقطع المية طلعت برة ورمت الركبة، لازم ننزل الورم ده الاول بعد كده ندخل نعمل له عملية الغضروف. ولذلك غضروف الركبة بيورم ليه؟ لان جواه مية. يبقى الجراوند سابستانس اول حاجة بتكون منها ووتر، ده واخد حوالي 80% من الماتريكس. تاني حاجة سابتين، بروتيو جلايكانز، وانت عارف ان كلمة بروتيو يعني بروتين، جلايكانز دي كانت مواد اسمها جلايكوزا ماينو جلايكانز. فاكر الجاجز؟ خلاص، المواد دي لونها ازرق، موجودة بكثرة في الكارتليج، ولذلك الماتريكس بتاعة الكارتليج بيزوفيليك. يبقى لو سألك ليه الماتريكس بيزوفيليك تقول له والله ده البروتيوجلايكانز كتير، ده الجاجز فيها كتير، الجلايكوزا ماينوجلايكانز فيها كتير، ودي لونها ازرق، يبقى بيزوفيليك ليه؟ due to high amount of gags. رقم ثلاثة بيتكون من جلايكوبروتينز، كلمة جلايكو يعني سكر. فاكر قلتلك مونوساكرايدز، والمونوساكرايدز السكريات الأحادية تاخد المقطع نكتن، انت هنا في الكارتليج فاسمها كوندرونكتن.
تاني سريعا الماتريكس بتاعي انت عارف عنه معلومتين، المعلومة الاولى ان هو فيرم، المعلومة التانية فانكشن، معلومتين بحرف الاف. الفانكشن بتاعه ماتريكس اكت از ميديوم سمسار، بيتكون من ارضية اسمها جراوند سبستانس. واي جراوند سبستانس هتتكلم عن ثلاث حاجات، الغضروف، قطع في غضروف الركبة، الركبة بترشح بتورم يبقى مية من 60 ل 80%. بروتيوجلايكانز، ده بروتين وجلايكوز امينو جلايكانز لونها ازرق عشان كده الماتريكس لونه ازرق. رقم 3 جلايكوبروتينز، بروتينز زائد جلايكو زائد سكر، سكريات احاديه مونوساكرايد تنتهي بالمقطع نكتن، انت هنا في الكارتليج كوندرو نكتن. رقم 2 فايبرز، الكارتليج يتكون من كولاجين فايبرز تايب 1 وتايب 2 والاستيك فايبرز. يبقى الفايبرز اللي موجوده في الكارتليج كولاجين تايب 1 كولاجين تايب 2 والاستيك فايبرز. ام سي كيو خلاص، خلصت الماتريكس، فاضل لك السيلز، وده ان شاء الله عنوان حصتنا الجايه. سريعا الكارتليج نوع خاص من الكونكتيف تيشو، سبيشال تايبس اوف كونكتيف تيشو. ايه وجه السبيشاليتي؟ ده على راسه بطحه، البطحه اسمها بيريكوندريوم والماتريكس بتاعه فيرم، يبقى سبيشال تايب اوف كونكتيف تيشو ان ويتش ماتريكس از فيرم. ولما يسالك هو ليه سبيشال تقول له ده على راسه بطحه حواليه بيريكوندريوم. الكاركترز بتاعه الكارتليج، اول حاجه فليكسبل وكيف لا، يتيح بالحركه with high resistance to tension، ما يتقطعش بسهوله. رقم 2 مغطى ببيريكوندريوم على راسه بطحه. رقم 3 ستدهشك، 10 حقائق تثبت ان ميسي من كوم البصل. خلاص الحقيقه الثالثه ان الكارتليج ما فيهوش بلاد فيسلز، امال بياخد الغذاء بتاعه منين؟ بالديفيوجن من طبقه البيريكوندريوم. ايه اهميه الكارتليج في جسم؟ انا قلت لحضرتك ان الكارتليج بيغطي العظمه من بره، يحمي العظم من انه يحك في بعضه، وبالتالي يحمي العظم من التاكل خشونه الركبه، يبقى رقم واحد بروتكشن اكيد. بيدي العظمه صلابه، دي برضو كلمه بروتكشن. خلاص بيخلي العظمه صلبه ما تحكش في اختها العظمه، يبقى رقم واحد ريجيديتي الصلابه. رقم اتنين سبورت، بيدعم العظمه بتاعتي بيخليها ما تحكش في بعض. رقم تلاتة اتاتشمنت، هقول لسيادتك ان بتيجي مصل وتمسك في الغضروف من بره، العظمه تمسك في الغضروف، وبالتالي هو اتاتشمنت فور سوفت تيشو، اتاتشمنت فور سموث ماسلز مثلا، اتاتشمنت فور ماسلز. ماشي، يبقى الفانكشن بتاعه الكارتليج ريجيديتي الصلابه، سبورت يدعم العظمه، رقم 3 اتاتشمنت فور سوفت تيشوز. كلمني عن الكارتليج، الكارتليج ما هو الا طبق كشري بس مميز، عليه غطا من بره اسمه بيريكوندريوم، ده الغطا اللي يحيط بالكارتليج من الخارج كله ما عدا جزء المفصل اسمه articulation surface. انا بقول لحضرتك عندك عظمه بالشكل ده، عظمه ميته شويه مش مهم، خلاص بيمسك فيها عظمه بالشكل ده، المنطقه دي اسمها articulation surface. في المنطقة دي موجود fluid اسمه synovial fluid، فمعنى كده ان الجزء اللي مش مغطى ببريكوندريوم اللي هو articulation surface معنى كده ان هو ما بيتغذاش، ده البريكوندريوم هو اللي بيغذي الكارتليج، والحته دي مش مغطاه ببريكوندريوم. لا يا باشا، الارتكيوليشن سيرفيس بياخد الغذاء بتاعه من فلويد موجود بداخل منطقه الارتكيوليشن اسمه ساينوفيال فلويد. خلاص كده، يبقى كلمني عن البريكوندريوم، الغطاء المحيط بالكارتليج من الخارج ما عدا منطقه الارتكيوليشن اللي بتاخد الغذاء بتاعها من الساينوفيال فلويد، يتكون من طبقتين اوتر فايبرس لاير، الطبقة الخارجية حاطط فيها كولاجين فايبرز كتير عشان تحميني
يبقى كولاجين فايبرز تايب 1 كتير يعني دنس كوندنسد على بعض، ده دي للحمايه مش محتاج فيها بلاد فيسلز كتير، فيو بلاد فيسلز. الطبقه الثانيه داخليه ودي المهمه، انر سيلولار اند فاسكولار لاير. سيلولار يبقى فيها سيلز كوندروجينيك سيلز، ستيم سيلز تنقسم وتدي بقيه الخلايا. رقم 2 كوندروبلاست. الطبقه بتقول لك انها انر سيلولار اند فاسكولار يبقى فيها بلاد فيسلز، واجيب منها الفانكشن رقم 1 سيلولار ده فيها خلايا امبورتنت فور جروث للنمو، فيها بلاد فيسلز امبورتنت فور نيوتريشن. رقم 2 الماتريكس، وسيادتك عارف عنه معلومتين، اول معلومه انه فيرم، تاني معلومه الفانكشن سمسار وسيط ميديا. الماتريكس بتاعي يتكون من جراوند سبستانس ارضيه، ووتر ميه من 60 ل 80%، عشان كده قطع غضروف الركبه بيرشح بيعمل ورم. رقم 2 بروتيوجلايكانز، كميات كبيره ما هي الا بروتين وجلايكوزا ماينوجلايكانز جاجز لونها ازرق، ولذلك الماتريكس بتاعتي لونها بيزوفيليك ازرق due to high amount of gags. رقم 3 glycoproteins، كلمه جلايكو يعني سكر، سكريات احاديه تاخد المقطع نكتن كوندرونكتن. رقم 2 الماتريكس بتاعي يتكون من فايبرز، كولاجين فايبرز تايب 1، كولاجين فايبرز تايب 2، إلاستيك فايبرز. رقم 3 قلنا السيلز، وعندي 3 خلايا بالمناسبة. الخلية الأولى اسمها كوندروجينيك سيلز، ده خلية أم تنقسم وتدي بقية الخلايا. الخلية الثانية اسمها كوندروبلاست، وكلمة بلاست يعني مصنع. الخلية الثالثة كوندروسايت، ما هي إلا كوندروبلاست كبرت وعجزت وقعدت في بيتها، والكلام عليها الحصة الجاية بإذن الله. أشوفكم على خير الحصة الجاية، تشاو.